أثابكم الله. يقول السائل: مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، هل المأموم يجلس لها أم لا؟ يتابع الإمام، المأموم يتابع الإمام، وجلسة الاستراحة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أنها غير مشروعة، ما دام الإمام لا يراها فأنت حكمك حكم الإمام، لأنه يجب عليك متابعة الإمام. والذين قالوا بها قالوا أنها سنة، ما هي بواجبة، سنة، إذا تركتها صلاتك صحيحة. نعم.